السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معروف لنا جميعا أن أطول سورة في القرآن الكريم هي سورة البقرة، عدد آياتها 286 آية. وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وصانا بقراءة سورة البقرة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة، ولا تستطيعها البطلة، والبطلة هم السحرة. وفي سورة البقرة أعظم آية في القرآن اللي هي آية الكرسي، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما خواتيم سورة البقرة اللي هم آخر آيتين فهم من كنز تحت العرش، ومن قرأهما في ليلة كفتاه. سميت سورة البقرة بهذا الاسم نسبة لبقرة بني إسرائيل. الحقيقة إن هي قصة مثيرة وجميلة جدا، لكن كل من تطرق إليها تطرق إليها من زاوية واحدة، إحنا عاوزين نتطرق إليها من عدة زوايا. ومع الآيات التي يستمر بها موسى عليه السلام قاطعا صحراء سيناء متوجها إلى بيت المقدس، إلى الأرض المقدسة، إلى الأرض المباركة. فلما وصل إلى بيت المقدس مع بني إسرائيل قال لهم: ادخلوا هذه الأرض المباركة، هذه الأرض المقدسة التي كتب الله عز وجل لكم ولأهل الإيمان ولأهل التوحيد. كيف رد بنو إسرائيل على موسى عليه السلام وهم على مشارف بيت المقدس؟ قالوا: يا موسى إن فيها قوما جبارين، وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها، فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. هنا تكلم من؟ يوشع بن نون، ومؤمن آل فرعون، ذكر قومهم بالله عز وجل وبتقوى الله وبالسمع والطاعة، فردوا بكل وقاحة على موسى عليه السلام. قالوا: يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، فاذهب أنت وربك فقاتلا. قلة أدب مع موسى. فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. قال موسى خائفا من ربه: ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي، فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. قال الله عز وجل: قال فإنها محرمة عليهم. حرم الله عليهم بيت المقدس لأربعين سنة حتى يأتي جيل آخر. أربعين سنة يتيهون في الأرض، سيتيهون في صحراء سيناء لا يعرفون كيف الخروج منها. كلما ساروا مسافة أيام رجعوا مرة أخرى إلى نفس المكان، تيه لمدة أربعين سنة، ثم بعد هذا أحلها لهم مرة أخرى. في هذا التيح وفي هذه الصحراء حدثت أمور كثيرة ذكر الله عز وجل بعضها. أنعم الله عليهم مع أنها صحراء بطعام اسمه المن، طعام حلو جميل يصنعون منه خبزهم والسلوى، طير يأتي إليهم في كل وقت بكل سهولة فيأكلون منه ما شاءوا. ونزلنا عليكم المن والسلوى، كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي، ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى. بل حتى الماء كان موسى عليه السلام بالعصا يضرب بعصاه حجر فينبع منه 12 عينا، لكل سبط من أبناء يعقوب عين مخصص يأكلون ويشربون. مع هذا جاءوا لموسى عليه السلام قالوا: ادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها. جادلوا موسى في كل شيء أربعين سنة، ويصبر عليهم موسى عليه السلام ويتحملهم ويتحمل أذاهم. في يوم من الأيام كان هناك رجل غني في التيه في صحراء سيناء، كان هناك رجل غني وجدوه في الصباح مقتولا، بحثوا عن القاتل فلم يجدوه، ذهبوا إلى موسى عليه السلام قالوا: يا موسى ادع ربك يخبرك من الذي قتل هذا الرجل. فدعا الله عز وجل، فجاءهم موسى فقال: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. اذبحوا بقرة، أي بقرة كانت.
قالوا أتتخذنا هزوا، نقول لك من قتل الرجل تقول اذبحوا بقرة، أهذه سخرية؟ أهذه مزحة؟ قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. ثم لما اقتنعوا جاءوا لموسى عليه السلام قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، اذبحوا أي بقرة، لكن جدال وعناد وسؤال بغير داع. قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر، لا كبيرة ولا صغيرة، عوان بين ذلك وسط، فافعلوا ما تؤمرون. شقوا على أنفسهم فشق الله عليهم. قالوا ما لونها؟ قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. اذبحوا أي بقرة بهذه الصفات. جاءوا المرة الثالثة قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي، إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. لم يتشابه البقر عليهم، لكنه العناد، لكنه الكبر. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث، مسلمة لا شية فيها، ما فيها علامة. قالوا الآن جئت بالحق. وجدوها عند يتيم طلب منهم وزنها ذهبا فأعطوه وذبحوا البقرة. قال خذوا شيئا من عظامها فاضربوا به هذا الرجل، فضربوا الميت فقام من فوره وأشار إلى قاتله إنه ابن أخيه، كذلك يحيي الله الموتى. وعلشان نفهم القصة كويس لازم نعرف إن الجيل الأول من بني إسرائيل اللي عانى من ذل العبودية في مصر كان عنده عقدة اسمها عقدة أبيس، وأبيس دي كانت عبارة عن بقرة مقدسة عند قدماء المصريين، وكانت تحنط عند موتها وكان لها كل التقديس والاحترام. واللي حضراتكم شايفينه ده تمثال أبيس، ولو خدتوا بالكم بين القرنين في كرسي للشمس. وبعد أن أنجى الله عز وجل بني إسرائيل من فرعون وأغرق فرعون، وقبل أن تجف أقدام بني إسرائيل رأوا قوما يعبدون تمثال لبقرة، فطلبوا من موسى عليه السلام أن يجعل لهم إلها كما لهم آلهة، فقال لهم إنكم قوم تجهلون. ولما ذهب موسى عليه السلام لميقات ربه أضلهم السامري وصنع لهم عجل من الذهب عبدوه وأشربوا حبه في قلوبهم، فكان لابد من نزع حب البقرة وتقديسها في قلوب بني إسرائيل، فذبحوا البقرة بأيديهم ليعلموا أنه لا معبود بحق إلا الله. ولو ركزنا كويس في تمثال أبيس وفي العجل اللي عبدوه اللي كان مصنوع من الذهب هنعرف ليه كان لون البقرة أصفر فاقع اللون. ودلوقتي خلونا نشوف بعض الدروس والعبر من قصة بقرة بني إسرائيل. العناد والجدال والمماطلة صفة من صفات بني إسرائيل، فلو تركت الكلاب نباحها والحمير نهيقها والتعالب مكرها والحيات لدغها، ما ترك بنو إسرائيل عنادها لأوامر ربها. أي أمر إلهي يقتضي الوقوب وسرعة الامتثال لأمر الله عز وجل، وهو ده الفرق بين الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم وبني إسرائيل. صلاح الآباء يحفظ الأبناء من الضياع، تقديم المشيئة في كل أمر سبيل للفلاح والنجاح، عدم التشديد مثل بني إسرائيل شددوا فشدد الله عليهم، التسليم لأوامر الله دون معرفة العلة من ذلك. جزاكم الله خيراً.